طيب هرجع تاني لكرة اليد ومعايا كابتن جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد طبعا السابق. كابتن جوهر مساء الخير، ايه اللي حصل في ماتش السويد؟ مساء الفل يا مدام لميس. بالعكس، اللي حصل احنا خسرنا مباراة اليوم، مباراة كان متوقع خسارة او مكسب او تعادل بطبيعة الحال، ولكن المنتخب المصري الحقيقة ادى صوت جيد جدا، صوت احنا تفائلنا بيه اللي هو يقدر يعدي منتخب السويد صاحب الخبرات الطويلة، صاحب النتائج الافضل امام المنتخب المصري. ولكن الصوت الثاني كان، وخصوصا الربع ساعة الاخيرة في الصوت الثاني، كان الاداء كان مغاير. لو سألتني انت متفائل؟ اه متفائل جدا بالرغم من الخساره دي بشكل كبير. اداء المنتخب، هي دي المباراه، هي الافضل مباراه لعبها المنتخب المصري وخصوصا الشوط الاول. لكن احنا كنا متعادلين، يعني الاول كنا متقدمين وبعدين بقينا متعادلين لحد اخر دقيقه تقريبا، يعني لحد الاخر احنا خسرنا بفرق جون. احنا خسرنا، كان في بعض الاخطاء، مفيش كلام، بعض الاخطاء الفنيه من جانب الاداره الفنيه من وجهه نظري الشخصيه، عدم الروتيشن زي ما بيقولوا او تبديل اللعيبه خلال نهايه الشوط الاولاني. حسن قداح، احمد هشام، سيف الدرع، كان المفروض احمد الاحمر ينزل كمان من بدري، ده ما حصلش. كمان كان في مشكله حصلت النهارده لطاقم الحكام النرويجي، كان هو اللي بيدير الاداره الفنيه والتحكيميه للمباراه، ومدير الفني لمنتخب السويد هو راجل من النرويج. بسبب كده قدم الاتحاد المصري لكره اليد احتجاج، وده كان تاني مباراة يحكمها الطاقم النرويجي لمنتخب السويد ومعاه المدير الفني النرويجي، واللي أثر أداء التحكيم بشكل كبير في الشوط الثاني في نتيجة المباراة. أنا ما بقولش طبعا، ما بحملش التحكيم خسارة المباراة. هل صحيح مصر قدمت احتجاج؟ هي مصر قدمت احتجاج، بس أنا مش معنى كده هو التحكيم فقط اللي خسرنا، لا، كان في بعض الأخطاء تمت خلال الشوط الثاني، عدم وجود لعيبه او راحه بعض اللاعبين زي يحيى الدرع، زي يحيى خالد، زي علي زين من بدري، ده اثر. عدم دخول بعض اللعيبه الشباب زي حسن قداح، احمد هشام من البدايه ما حصلش، برغم التالق الكبير لكاتونجا حارس الافضل حارس على مستوى العالم الشباب 2009، عمل نتائج جيده جدا خلال اللقاء ونسبه تصدي 32%، بس ده ما شفعش المنتخب المصري اللي ادى في الشوط الثاني. زي ما قلت لحضراتكم، كان في بعض الثغرات في الدفاع، في بعض الثغرات الكتير في الهجوم، كمان عدم ايقاف الخطوره الاساسيه المتمثله في الخط الخلفي والفاست بريك للمنتخب السويدي. احنا كده يعني عندنا سلوفينيا، روسيا، بيلاروسيا، مظبوط؟ والله يا مدام لميس، طب ما انت شاطره في الرياضه اهو. انا شاطره في كره القدم، انا دلوقتي بس موضوع كره اليد ده بتعلم على ايدك يا كابتن جوهر والله. لا هو فعلا احنا مجموعتنا هي المجموعه السابعه، منتخب السويد هو الاول باربع نقاط، المنتخب المصري في الترتيب الثاني ومعاه نقطتين، المنتخب المقدوني معاه صفر من النقاط. هنلاعب المجموعه الثامنه اللي هي تلعب الاول الاتحاد الروسي بثلاث نقاط، ثم المنتخب السلوفيني بنقطتين، ثم المنتخب البيلاروسي بنقطه. احنا هنلاعب كده، احنا كمنتخب مصر هنلاعب الثلاث منتخبات دول ان شاء الله. كده احنا اظن ان فرصنا عاليه ان احنا نعدي الثلاثه. احنا فرصنا عاليه وعاليه جدا لو ادينا بنفس الاداء الخططي والاداره الفنيه من خارج الخطوط في الصوت الاولاني امام المنتخب السويدي. انا بقول لحضرتك احنا هنعدي وهنوصل لدور الثمانيه. هنا بقى السؤال، في دور الثمانيه لما نطلع احنا والسويد، وده يعني ان شاء الله غالبا اللي هيحصل، هنقابل مين بقى؟ هنقابل فرنسا؟ هنا بقى الحيطان الجامده بقى. طبعا ممكن نقابل فرنسا، ممكن نقابل كرواتيا، على حسب مين اللي طالع. هو احنا في الدور الرئيسي هيبقى في ترتيب من الاول للثامن، الاول والثاني هم اللي هيقابلوا، الاول والثاني من الناحيه الثانيه هيبقى كروسنج، الاول هيلعب الثاني، الثاني هيلعب الاول. انت توقعاتك في الدور الثمانيه ان شاء الله لو وصلنا هنلاعب مين؟ غالبا هنلاعب المنتخب الكرواتي. كرواتي. منتخب الكرواتي. وده طبعا افضل من ان احنا نلعب فرنسا في الوقت ده، افضل يعني كتير طبعا. منتخب فرنسا برضو ليه باع طويل وليه تاريخ طويل في بطولات العالم وخبرات كبيره، ولكن انا متفائل الحقيقه. احنا عندنا عناصر جيده جدا، عندنا اداره فنيه فراندو والمدير الفني الاسباني والمدرسه الاسبانيه فرق كتير جدا في كره اليد المصريه، فانا متفائل جدا. عندنا عناصر منتخب ناشئين، شباب، عناصر خبره يقدروا. انا شايف ان الخساره دي مفيده لينا، لان ده هيفوق كتير الجهاز الفني واللاعبين
ويدخلهم في البطوله بشكل كبير، وخصوصا ان هم ظهروا بمظهر جيد جدا في الشوط الاولاني امام المنتخب السويدي. ولو حضرتك قعدتي بعض اللقطات في نهايه المباراه يا ميدان لمين، هتلاقي فرحه الجهاز الفني السويدي النرويجي الجنسيه، فرحه اللعيبه ان هم في وسط الملعب بيتبططوا ويرقصوا عاملين دايره كانهم مش مصدقين ان هم كسبوا المنتخب المصري فرق هدف. فدي بالنسبه لنا وتاريخنا امام منتخب السويدي دي حاجه جيده جدا. احمد كابتن احمد الاحمر النهارده لعب قليل قوي، وفي كلام ان هو عنده اصابه في الظهر، هل هذا صحيح؟ لا، الاحمر شيء طبيعي عنده كدمه في الظهر، بس احمد الاحمر اصلا الاخر سنه هو لعيب خبره، لعيب خبره كبيره جدا، وسنه الى حد ما هو الاكبر في المنتخب المصري. ولكن من ايام ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني المنتخب المصري وجارسيا باروندو المدير الفني الاسباني للمنتخب المصري بيستغل الاحمر في وقت مظبوط، هو بيلعب 10 دقائق هو بس ساعة. بيحرك الفريق، يعني انت بتشوف الاحمر لما بينزل يعني بيعمل اسيست، بيحرك الفرقه شويه، بيدي روح كده. بيحرك الفرقه، ولكن خليني اقول حاجه، احنا كلنا بنتكلم واحنا قاعدين على كراسينا في التكتيك قدام كاميرات، ولكن الاداره الفنيه على الارض هي اللي شايفه، بتبقى شايفه، هي اللي تقدر تتحكم وتقدر تقول رايها في كل لاعب. الاحمر لعيب كبير بيتم استغلاله في وقت مناسب في توقيت مناسب على قد مجهوده وامكانياته في الفتره الحاليه. صح، معاك حق. خلينا نتابع بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه. الماتش الجاي لمصر امتى يا كابتن؟ الماتش الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء، يوم 20 باذن الله، يوم 20 باذن الله، يوم الاربعاء منتخب الاتحاد الروسي ان شاء الله. ان شاء الله ثم الجمعه، يعني ماتشات ورا بعض، وهنتابع معاك طبعا كل التفاصيل. بشكرك جدا كابتن جوهر نبيل نجم مصر لكره اليد السابق، ونتمنى كل التوفيق. ما تزعلوش يا شباب، احنا خسرنا فرق جون، ولكن صعدنا للدور 16، احنا عايزين نعدي دور 16 ونوصل للثمانيه، وان شاء الله نوصل للمربع الذهبي.